بيان المرشح المحتمل السابق خالد علي، محتمل للرئاسات للانتخابات الرئاسية، عمل بيان أعلن فيه استقالته من حزب العيش والحرية تحت التأسيس. ولكن الحقيقة إن البيان ده أنا هتكلم عنه من وجهة نظر مختلفة خالص، من وجهة نظر فكرة التحرش والرجل والمرأة. هنا أنا لا أريد أن أتحدث عن خالد علي السياسي، ولكن أريد أن أتحدث عن خالد علي الرجل الذي قرر في هذا البيان أنه رغم تبرئته من الحزب بعد ما بقى فيه لجنة شكلت من الحزب، وهو أصر أن اللجنة دي تشكل من الحزب كي تحقق في يعني موضوع التحرش اللي اتهمته به إحدى الزميلات، في واحدة زميلة على حملة ميتو، وده كان قبل الانتخابات على فكرة، ملوش علاقة قوي بانتخابات الرئاسة، ممكن يكون استخدم ولكن ما كانش له علاقة قوي بانتخابات الرئاسة. كان في واحدة زميلة بعتت إيميل في حملة ميتو قالت إنه خالد علي وتحرش بها وشخص آخر حاول اغتصابها. والحقيقة إن هو خالد قرر ان هو ما يصمتش امام هذه الاتهامات، وقرر ان هو يطلب من الحزب ان هم يعملوا لجنه للتحقيق معه في هذا الامر. اللجنه بعد التحقيق برأته، قالت انه ليس هذا تحرش وان هو لم يتحرش. خالد بقى الحقيقه، وده اللي انا لازم احييه عليه كرجل، لانه وانا هنا تاني ما بتكلمش على السياسي الذي قد اختلف معه في امور كثيره جدا وهو عارف وانا عارفه، لكن في حاجات لازم نحترم فيها بعض، وفي حاجات لازم نحيي فيها بعض لما تكون حاجات سليمة. خالد رغم براءته من هذه الاتهامات قال في بيانه امبارح وعلى لسانه، وانا هقرا الجملة: مهما كان تعليقي على ما ذكر بالإيميل واتفاقي أو اختلافي معه بشأن ما تضمنه، فإن ذلك لا يعني تجاهلي لمشاعر صاحبته ولا الصورة التي وقرت في ذهنها. فبمجرد تفكير هذا التفكير نحو تفكيرها هذا التفكير نحوي وكتابتها للإيميل يحمل هذا الموضوع، يلزمني بأني أقدم لها اعتذارا عن هذا الألم الذي تعرضت له، ومهما كانت نتيجة التحقيق اللي هي برأته فعلا، فإنني أتحمل نصيب من المسؤولية يدفعني بكل وضوح أن أبادر بتقديم هذا الاعتذار. ثانيا، أعتذر لكل النساء الذين تعاملت معهم من خلال عملي المهني أو السياسي والعام لأن اسمي ذكر في هذه الوقائع على هذا النحو وعلى هذه الصورة التي لا أرتضيها. ثالثا، هو اعتذر أيضا لأبنائه اللي يعني يمكن تعرضوا لألم نتيجة كل ما حدث. لكن الحقيقة أنه ملاحظاتنا الأساسية بقى، إحنا قدام رجل مصري سياسي قرر بكل شجاعة نحييه عليها أنه يتحدث بشفافية عن الواقعة، ما يخافش ويتهرب ويقول لك دي كذا ودي كذا ودي كذا ويرمي الكلام عليها. وبالعكس، هو قرر ان هو رغم تبرئته ان هو يعتذر ويقول لصاحبة الايميل: انا بعتذر لو انتي حسيتي ان انا متحرش، وبعتذر لكل الستات اللي انا اتعاملت معاهم ان هم افتكروني، يعني في الصورة دي وقرت في ذهنهم، أكيد أنا في تصرفاتي حاجة خلتهم يفكروا فيا بهذا الشكل. التصرف ده مش كتير، التصرف ده مش كتير، أنا هنا ما بتكلمش على السياسيين، مش كتير من رجالة مصر بتعمله، مش كتير من الرجالة على طول يقولك إيه ده بيان كيدي، مين دي اللي أنا أتحرش فيها، ما تشوفوا كذا وما تشوفوا كذا وما تشوفوا كذا. ودايما بنقول، واحنا كنا بنقول الاسبوع اللي فات، انه للاسف الرجل مدان حتى تثبت براءته، لانه المجتمع في موجه التحرش عاليه جدا. لكن انا بحييه وبعتبر انه هذا الاعتذار سابقه هي الاولى من نوعها، خطوه بترسخ انتصار جديد للمراه المصريه اللي بتناضل وبترفض اي تحرش مهما كان شكله ومهما كان اسمه، وبتخلي حد حتى لو لم يكن مخطئا يعتذر ويقول انه انا بعتذر لو الصورة شكلها وحش. بحيي خالد على هذا الاعتذار، بحيي الست اللي قدمت الايميل، واظن ان احنا لازم ناخد من الاتنين قدوة، واحدة ما سكتتش فيما اعتبرته تحرش، وهو ايضا رغم تبرئته
قرر ان هو يعتذر ويستقيل من الحزب ويستقيل من المؤسسة البحثية اللي عنده كي لا يحملها يعني أمور لا طاقة لها بها.